حفلت سيهر سرع الله سوى قاسمي هيا كاد عدي مركز كإمام مالك يكويا لمقالة غارسة وحانا كسوى قيب غري أدي دا مركز كأخرستا والدين علومة دا مقالة ووه ريا بها دعوة شيخ عبد الله بولو إي علومة كلي وحانا مناسبة دا لقود دهفري آية دا قرآن ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون مضح مركز كإمام مالك شيخ محمد أياكور بحي حفلة دمانتا وحونا السيكو بنوغها لي تاريخ دم مركز مناصفة دمانتا نجونا مع إمام مالك وحفلة إمام مالك لقب انجري وحان مرين وسنة كي لبي تمنات أرضي كتخرجته حنا ملأ وأرضي متخرجين تا ودفع هذه سدح يتمنات رونت أرضي بدل ما كبر حدا ويرى لي قبله معك بصفة عام محاوي وحلو حفظيا كتب تلو حفظيا كتب تواوين يكون متون تلو حفظيا سين نحوذ وكلا أجرمي هلا قبل لابو إلا كتاب كدم يلفي تر مالك يا الحفظيا فقه صفين هلا قبل لابو إلا منهاج بالأخريا كتب حديث 40 كان لقى بالله الا كتب 6 على جارسيه اقسام سمرك لا قيبيو كتب تبرنا وا لحفديه دوشا لقى قبطا برنا ما ارسود الله اخريا ما عاد اقسام بدن بولي هي وجير ما عاد كل قيب وكل هي وقالنا قيب وكل هي دغح لي قيب وكل هي اي فوق قيب وكل هي حجر دهر هدو بيد كسيو كسي سعدان وقيب كفر ربا وغيرها جاس لحدنا اقسام بكل قيب تحفيد بولي هي يا قيب تنهد مركز كأصل كوان جونا قسم النساء وعلينا نهاي سيد حقي وكلا تحفين مقالة عن كل نهاي مركز مسلمين وعلينا مال جوا مكسود وادانو ما عاد كم وفرين قف قصة مسلم أما قف كي راضو أما هوين هذا أما قف مسلم ودولة وشقيها هذا عدو ضنا هذا أسكت مسلمين تاريكتا تدوينا هاديكتا هوين كاديكتا مركز وحالينا نهاي هو يونيكا يوالدين تسود وهذا والدين تبلح نوك كنتين وما سين قال الله سيو أبينو قريب ساجين دعاء نهينا أرضي ذم عاد كانوا دعائنا كوا أساتذة النقدين وهذا أنا كنا قاعد من بدن يكوا هذا صوص عن لبضة وأنت عين لا يبارك يا سدوا كلا والد كي صوح هذا ريا أي آد وهم هاد عليا ما ملك مركز كا يجو حسين إلا دع سيهين هبك أبط كذا وحلو بري كل يعني جمشان هذا وهم كتاجنا يمرنا ننون كمذا ولا ماذا مجال هذا مدعاء ده مرنا وحنا هي والد كامل والدين تا ايمان تارديد ودا كتخرجي هيان هلكن مركا رنتي ادي اد بان اوغو فرحسن هي وحان غرانيا اهميه اي ولاده هي اردايغا مانتا اوكله ايان ادو غرانيا اهيل 2000 iyo 2000 ايي اني نجاح مركا كتخرجي مركا حفلتها ايدا درنكا مانينكا ان قبي iyo macnaha ay ilaahay iyo dadanka gaarka ah yaan aad u xasuustaa marka marka koowaad waxaan leeyahay ardayda maanta taxarujayaan aad iyo aad baan idin ku bogaadinayna aad baan idin ku tahniyadeynayna farxadda iyo dareenka aad qabtiinana waan idin la qaybsanayna marka runtii inta aad faraxsan tihiin ayaan anagana faraxsan nahay taa ayaa waxay keentay inaan halkan imaano waqtiga dheer aan fadhino wixii aad akhrinayseen aan dhageysano aanan ka daalin وفرحدة يشعرك أن دريمي هينو مركا أدي أد أي إن شاء الله ودين كدو عيني إلى إلهي دين بركيو وحدنا أغاتان ما أنت عددك تخرجتان معادك ودد أربع دين لمن ودد أمركو حلو بهان يهي نين والبو إن أود دادالو دادالك سيسيل لبالابو إلا أوكا غاريو هدف كي أولي جدد أوكا لها وحبرشا داس أو إغو انتهي إنو إلهي أغو دوادو رمان دواء المهد علم مانو مالانا يا ويهي كدن بي ويهي أساسي يا ويهي أدلالي يا ويهي لجرة انتو إلها بركايو علمي غنين علم نافع إلها كدهو والد كيني والدين تبيلا ونحارستو كود دعاد أو مخلصين إلها غينا كدهو برمامش كاو الشيخ وخد أو جي الشيخ جي جاعنا برمامش شبار دعنا كل إياد ويلا فعنا بلان سكايل عالينا إينا نمارت أغضد يوكالفوق أنشها markaan waxaan leeyahay maadka ilaahay barakeeyo waalidka ilaahay barakeeyo ulmada ilaahay barakeeyo magaalada ilaahay barakeeyo hana ina astro kuwa ikhlaas ilaahay ugu irsaaqo dhanka culumadana waxay u soo jeediyay ardayda sanadkan markaska imaam malik ka qalin jabisay hadallo kooban oo isugu jira dardaaran iyo hambalyo
waxaan u hambalyeynayaa ardaydii taxarujtay maanta dhamaanba haddii waxaan leenahay ilaahay ha in barakeeyo noloshiina allah barakeeyo cilmigiina allah barakeeyo mustaqbalkiina allah barakeeyo baan leenahay insha allah taala dardaaranka waxa weeyaan uun cilmigi meesha aad ka barateen meeshaan ha ooga tagina cilmigi aad meeshaan ku barateen afartan jidaar dhaxdooda ha ooga tagina bal ha noqdo cilmi noloshiina inta ka hartay juz min hayatikum ka noqdo bal in noqdo miftaaxi lagu furay sidii maaragtay tacliinta mustaqbalka aad u sii ballaaran laheedeen inuu insha allah uu noqdo ayaan doonaynaa waan ognahay mahda dhahayso العلم طلب العلم من المهدي الى اللحد يعني وقت علمي او دمانا يو موجرة مالينك دلته الى ما اردت لقاء قليو لحد كوية مركا وحان لينا هاي ان علمي جينا او سنقون علمي اسكا ان ادبرتي لكن علمي لو عمل فلو حال نقضو مركا ان شاء الله تعالى تعلين تدين تاسلام كالسفافين تيدا diinta daacwada gaarsiinteeda dadkii oo wax la bara waxaanu dhanba inaad qayb ka noqotiin insha allahu tacaala ikhwata aliman haddee uma baahna tafsiir ilaahay waa kan uu leeyahay yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab tii baa meeshan hadda ka muuqata tii oo sideeda ah yaa ka muuqata ilaahay uuna weydinayo ma isku midba ma siman yihiin ma isku tooba dad wax bartay diinta naafica bartay oo ma aragtay iyo kuwa aana baranin isku mid ma aha iniga hadda waad barateen waad ku camal fasheen walaalihiin faraha badan ee magaalada ku jiro wiilal iyo dhallinyaro leh rag iyo odayaal leh da iyo maaragtay rag iyo dumarba leh een cilmigan aanan helin inaad gudbisaan oo iina la firiisana ardayda takharujaysa wiilal iyo gabdhaba sheekhan sheekh maxamed iyo markaskiisa imaamu maalik ilaahay ha barakay subxaana wa tacaala annaga haddaan maaragtay majlis aan nahay majlis alaclaa limuslimi kenya aada iyo aada baan garabkiina u nahay ilaahay baana idin baranaya subxaana wa tacaala runta aniga wax badan ayuu iga bedelay jalsaday fadhiga aan fadhiyey markaan maanta se aan dhegaystay wax badan buu aniga naftayda iga bedelay ilaahay subxaana wa tacaala wax aan kaloo idin dhihi kara male jazaakum allahu khayr wa axsana allahu ilaykum ugu dambeyntii qaar ka mid a ardayda qalinjabisay oo farxad badan ay ka muuqatay ayaa warbaahinta b t n la wadaagay farxadda maalintooda qalinjabinta maadaama muddo badan ay wax soo baranayeen waxayna aada ugu mahad celiyeen macalimiintii wax soo bartay iyo waalidiintooda ka dambeysay inay heerkan soo gaaraan aada ayaan ugu faraxsanahay xafladayda waxaan rabaa nashiid yar oo yacni aan ku tacbiirinayo farxadayda inaan أقريو لكن هو متل الجلين تخرجنا تخرجنا ففرحتنا مدغدغة وذي الأديار صادحة بفرحتنا مشاقشقة وذي الأزهار فائحة وعاضرة ومنعشة وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة فلله الموفق من كيان حمد ذي شكر ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر بكم ضاب المكان وغنت الألحان في ثغري الحمد لله إلهي أكم عسن دكتك سوق يبقى لدمان حان لا يمه السندين وحان كميت أهي أرضي دمان تخرج يسو رنوحانتي فرحدة يتمان تلمسو كوبي كرو aan la qaybsanahayo dhammaan ardayda aan waqti dheer isla soo qaadanay iyo waalidiintayda oo intan inaan halkan soo gaaro ama heerkan aan soo gaaro ka qaateen qayb weyn iyo oo mug leh marka alle subxaanahu wa tacaala baa mahad leh bismillah magacaygu waa caisha maalik cabdullaahi maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay shan sano farxad aan sugayay maanta inaan shahaadada qaatay anoo mutakharija ka ah macad imaam maalik aad ayaan u faraxsanahay dhammaan marti sharafka meesha ka soo qayb shaqeyshana aad ayaan u dhoweynaya waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta macad ka takharijahayo waxaan aada ugu mahadcelinahay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaan ugu mahadcelinahay macalimiinteyda iyo waalidiinteyda iyo qofkii mar kasta abaal aan la soo koobi karin waxaan u celinaa waalidiinteyda iyo macalimiinteyda maanta farxaddeyda iyo dareenkayga aada ma la soo koobi karo
ardaydii kale waxaan ugu baaqayaa macadka inay soo galaan ay wax bartaan. Waxaan kaloo mahadcelinaa macalimiinta ee si fiican wax noo soo baray iyagoo dhibsanaynin oo maalin walba noo soo kala hayay. Waxaana ka mid ah ardayda maanta ka takhrujaysa markaz Imaam Malik Islaami. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan heerkii aan higsanay aan maan soo gaaray. Waxaan aad ugu mahadcelinaa macalimiintayda oo waqti iyo muddo dheer juhdi iyo dadaal nagu soo bixiyeen. Sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaa waalidiintayda oo qayb weyn ka qaatay inaan heerkan soo gaaray maanta. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka leh idinku daro juhdiga iyo dadaalka ay nagu soo bixiseen, haddii tihiin macalimiin, haddii aad tihiin waalidiin. Runtii idinma hilmaameyno, insha allah ilaahay kheyr idin siiyo, cilmigaasna ilaahay subxaanahu watacaala hanugu anfaca. Markaska Imaam Malik, ardayda sanadkan ka qalin jabisay ayaa la filayaa inay ku biiraan jaamacadaha islaamiga ah ee ku yaala magaalada Garissa.